جدا ان حضرتك موجود معانا. وعلى فكره اون سبورت اف ام دي قناه رياضيه، وانت عارف ان المصريين بيموتوا في الكوره وفي الاهلي والزمالك. حضرتك بقى رياضي؟ بتحب الرياضه؟ والله انا رياضي بس مش بتاع كوره، يعني انا رياضي بتاع كل يوم بمشي 6 كيلو بعمل حركات سويديه. بس مش بتشاهد مباريات وكده؟ لا بشاهد يعني لما بيكون في مباريات دوليه بقعد بشاهد كل المباريات تقريبا. بتشجع الباسكت بقى؟ لان في لبنان معظمهم بيحبوا الباسكت بول. اكيد اكيد، وعندنا الحمد لله فريق رفع راسنا في كل العالم، الفريق اللبناني بتاع الباسكت. صحيح. فريق عندكم الزمالك والاهلي. صح. انا لسه لبنان كانت بتلعب في كاس العالم في كره السله، يعني كلنا متابعينها هي ومصر يعني. اكيد اكيد. وبص احنا انا بالنسبه لي اي نصر لاي دوله عربيه بعتبر نصر لينا كلنا، ان كان بمصر او للسعوديه او لاي بلد. احنا كلنا بالاخير الفرحه بتكون فرحه واحده باذن الله. صباح خنت للاهلي والزمالك والجيل الجديد نانسي عجرم. اعتقد حضرتك اتعرض عليك قبل كده تغني الزمالك والاهلي؟ لا بس انا اخذت جمله بقت اغنيه عالميه من وراء الست الفوتبول. ايه بقى؟ كانوا بيغنوا في الملعب واحنا ماشيين في العربيه انا وحمدي بكر الله يطول بعمره والاستاذ محمد سلمان، كنا من بنحضر اغاني لمن يطفئ النار. فسمعنا كان الدنيا فاضيه كلها وكانوا بيلعبوا يمكن الزمالك والاهلي. والصبا كان بيقول ايه العظمه دي كلها. صح. انت خدت الاغنيه من الكوره؟ اخذنا المطلع ده من الكوره. وعملناه اغنيه حمدي بكر لحنها والاستاذ عبد السلام كتبها، واغنيه لغايه دلوقتي صدقوني بتغنى اغنيتها في القلعه. وبتعمل جو مش طبيعي. طب انا هطلب حضرتك طلب، يعني اكيد الفنان الكبير وليد توفيق اكيد مش هنفوت الفرصه ان احنا نسمع من حضرتك اي حاجه. حاجه المصري يعني، انت بعد غياب 5 سنين بتعود. انا هغني لمصر، بقول اغنيه صورتها على النيل امبارح وصورتها في الاهرامات. ودلوقتي مزيكا قناه مزيكا مع الاستاذ محسن جابر بتتمنتج ان شاء الله، هتشوفوها بانتصارات اكتوبر ان شاء الله. في كوبليه بحبه وانا ملحنه بيقول بلدي مصري يا ام العجايب تعظيم من غير كلام، انا بيكي وفيكي داي مصري يا ام السلام، انا بيكي وفيكي داي مصري يا ام السلام. يا رب دايما يعلم السلام في مصر. الله يا رب يا وربنا يحفظ لبنان يا رب، لبنان الجميلة، لبنان اللي كلنا بنحبها وبنحب أهلها. يا رب بجد يا رب. دايما مصر ولبنان دايما كان الفن واحد. هن يا حبيبي توأم لن ينفصلان أبدا بإذن الله. صح. السلام عليكم، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا قهوة الخواجة. دايما بنقول بتشجع كورة ولا بتشجع نادي؟ أكيد بتشجع كورة. والخواجة معجم كورة، والنهاردة معانا ضيف الكابتن خالد الغندور في مداخلة جميلة، مداخلة لها علاقة بالروح الرياضية مع الفنان اللبناني وليد توفيق، وبيتكلم على الرياضة وأهمية الرياضة في حياة الإنسان. هو الشيء بالشيء يذكر في كرة القدم، قال إنها على الأغنية وحكى موقف الأغنية وخد اللحن من كرة القدم، لكن الرياضة حتى لو بتمشي، حتى لو أنت إحنا بطبيعتنا بنتابع كل ما يخص الرياضة، وأنت قاعد مالكش دعوة كرة اليد لو منتخب مصر في كأس العالم بتتابعه، بتعرف لاعبين، بتعرف أحمد الأحمر، بتعرف الحارس الهنداوي، بتعرف أسامي بتفرض نفسها على الساحة وانت راجل بتاع كورة. بس الحياة الرياضية حياة انت بتحب تتابعها، لان الرياضة هي يعني احنا بنشوف الدنيا من كرة القدم، حتى الناجح، حتى الطموح، حتى الفاشل، حتى اللي مش قد الشهرة، حتى اللي جاي من بعيد قوي، حتى اللي شغال على نفسه، حتى احنا حياتنا بنشوفها من خلال كرة القدم. وبنقدر نوصف ان كرة القدم اكبر من مجرد لعبة، كرة القدم بيزنس بكل ما تحمله كلمة من معنى، يمكن من اعلى بيزنس على مستوى العالم، يمكن متهيألي عدى التمثيل وعدى الغنى وعدى كل حاجة. الرياضة بتستثمر في جميع انحاء العالم بشكل رائع. الرياضة هي عصب الحياة، واحنا زي ما قلنا لكم في حلقتنا ان احنا شايفين الحياة من خلال الرياضة ومن خلال الكورة، بنشوف مواقف بطولية، بنشوف ناس بتدي في الملاعب أكبر من قدرتها، بنشوف ناس اشتغلت على نفسها، بنشوف ناس طورت من أدائها، بنشوف حاجات كتير جدا في عالم كرة القدم من خلال
خواجه، ودي كانت حاجه مهمه جدا، لان الرياضه هي عصب الحياه. طول ما انت رياضي، طول ما انت شغال على نفسك، وطول ما انت بتحب الرياضه، والله هتلاقي انت حابب للحياه. بتشوف رجاله كبيره قوي بتتفرج على مباريات دوري ابطال اوروبا والاهلي والزمالك، ناس يعني ايه حابه الرياضه، وما تبعدش عن الرياضه. الرياضه ادب واخلاق وفن، و مهما كان فنان، ممثل، بني ادم عادي، مقدم برامج، اي حد، كله بيحب كره القدم. كره القدم او الرياضه بصفه عامه، عشان ما نظلمش حد، لكن الرياضه شيء جميل، شيء رائع. يا ريتنا كلنا نعمل نلعب رياضه، او نتابع الرياضه، شيء جميل، شيء مسالم، شيء رائع جدا. وراح حتى بالمشي، وراح حتى بالمشي، انا شايف اسمه.